وينضم إلينا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، مرحبا بك معنا عبرة. أهلا حضرتك. إذن رئيس الوزراء خلال زيارته لشمال سيناء يتحدث عن تنفيذ مشروعات بقيمة 600 مليار جنيه خلال العشر سنوات المقبلة، هذا بخلاف المرحلة الثانية من تنمية سيناء. كيف تنظرون لهذه المشروعات التي أقامتها الدولة خلال هذه السنين وكذلك خلال المرحلة المقبلة؟ كيف غيرت وجه سيناء؟ يعني طبعا نحن نتفق على أن سيناء يعني تلك البقعة الغالية علينا كلنا كمصريين بمساحتها الكبرى التي تعادل تقريبا 6% من مصر، هي غنية بالموارد. ويمكن عندما يعني اتجهت الدولة المصرية لتعمير سيناء يمكن واجهها ثلاث تحديات كبرى واجهت الدولة المصرية في تنمية سيناء. ويمكن طبعا يعني كان تحدي الربط بين الوادي والدلتا، يمكن ده كان بين الوادي والدلتا وبين سيناء، ده كان التحدي الأكبر اللي واجه الدولة المصرية في مشروع إعمار سيناء، على اعتبار أن تنمية سيناء يعتبر كمشروع قومي أو كموضوع كمرتبط بالأمن القومي المصري. وكانت طبعا أنفاق سيناء الثلاثة التي تربط ما بين الوادي والدلتا وسيناء دي نقدر نقول عليها كانت شريان الحياة، شريان الحياة اللي قدر يربط ويسهل الطرق والمواصلات ونقل البضائع ونقل السلع وسهولة نقل العمال ورجال الأعمال والمستثمرين من وإلى سيناء، وبالتالي سهل الاستثمار وسهل التنمية بشكل أو بآخر عن طريق الأنفاق التي أصبحت الآن موجودة في بورسعيد وفي الإسماعيلية وفي السويس. وبالتالي طبعا يعني تلك الأنفاق سهلت بشكل أو بآخر الانتقال من بين سيناء والوادي والدلتا، وبالتالي ده انعكس على التنمية. مع العلم طبعا أن الأنفاق الجديدة دي التي تم تنفيذها هو بأيد مصرية 100% بمهندسين وفنيين مصريين. لأي مدى دكتور كريم؟ أيضا هو المياه الشرب، يمكن كانت مياه الشرب أو المياه الصالحة للشرب وجودها في سيناء أو وصولها لسيناء كان طبعا يعني برضو تحدي كبير وآخر. ولكن طبعا يمكن تمكنت الدولة المصرية تنفذ مشروع عملاق آخر ألا وهو صحارة ترابيوم التي نقلت الماء بسهولة وبيسر إلى سيناء، وبالتالي ساهمت في تعمير سيناء. ولكن لا زالت كانت المشكلة الأكبر ألا وهي السكان، نسبة السكان الضعيفة اللي موجودة في سيناء. وكلنا نعلم طبعا يمكن أن شبه جزيرة سيناء يعني يمكن عدد المحافظات اللي فيها محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء، ولو أضفنا إليهم محافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس نحن نتحدث تقريبا عن 3 أو 3.5% فقط لغير من عدد سكان مصر. ويمكن ندرة السكان في سيناء ده كان تحدي كبير، ويمكن كانت محتاجين مجهود من الدولة المصرية علشان يعني نصل إلى مرحلة توطن المواطن المصري في سيناء. ويمكن كانت في خطة لدى الدولة المصرية أنها توطن ما يقترب من 8 إلى 10 مليون مواطن في سيناء، وده طبعا كان عن طريق بناء مدن جديدة، يعني إحدى المشاريع القومية المدن الجديدة. وبالتالي كان سيناء لديها نصيب كبير من المدن الجديدة زي بورسعيد الجديدة على سبيل المثال والإسماعيلية الجديدة ورأس ومدينة العبد الجديدة والطور الجديدة، كل دي طبعا مدن جديدة، وبالتالي ده تساهم وتسهل انتقال أو توطين مواطنين جدد في سيناء. طبعا يعني دكتور حضرتك تحدثت عن ثلاثة تحديات تواجه القيادة في مسألة تنمية وتعمير سيناء إلى حد كبير تم التغلب عليها. نحن نتحدث عن مرحلة أخرى في فكرة أن تكون سيناء جاذبة ليس فقط للاستثمارات المحلية، ولكن نتحدث على مستوى عالمي. إلى أي مدى نجحت الدولة في هذه الخطوة؟ طبعا يعني احنا ما نقدرش ننكر ان مشاريع منطقه الاقتصاديه لقناه السويس، طبعا ما نقدرش ننكر انه مشروع انطلق واصبحت منطقه اقتصاديه بامتياز، واصبحت يعني تجذب او في تهافت من الشركات العالميه ومن الدول ان هي تستثمر او توزع استثماراتها في الدوله المصريه. كمان نحن مدركين جيدا ان سيناء غنيه بالموارد الطبيعيه وفي يعني اكثر من مجال واكثر من قطاع حيوي يمكن الاستثمار فيه في سيناء طبعا، ومعروضة تلك المشاريع أيضا على وفق الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية. كمان حتى اعتبرت أن سيناء من ضمن المناطق
المميزة، أو يعني كان يمكن قانون الاستثمار الذي يعني تم تدشينه في 2017 أما قسم المناطق الاستثمارية في مصر إلى المنطقة ألف وب، فجعل من مناطق سيناء من المناطق التي يوجد امتيازات إضافية للي يستثمر فيها، خاصة المشاريع التي ذات طابع قومي، وبالتالي هنا شجع المستثمرين بحوافز ومميزات إضافية للذي يرغب في الاستثمار في سيناء. نكتفي بهذا القدر. دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أشكرك جزيل الشكر.